صراحه المقابله كانت في المستوى. فريق سمو تبارك الله، فريق تبارك الله لعب دار بون ماتش صراحه. راك شفتي النتيجه 3-1. تبارك الله المستوى تطور بزاف صراحه. شنو نقول لك، شعور كنت تمشي تشوفه الصراحه. انا شدتني البكيه والله، لحقاش فريق ديالي هذا، هذا فين كبرت، هذا فين بنت. سبو صراحه فريق، شنو نقول لك، فريق كبير. وكنبغي نشكر يحيى بايا، رشيد، كنبغي نشكرهم صراحه، حيت لعبت معاهم وبنت في سبو انا اصلا. صراحه كاس العرش ان شاء الله غادي نلعبوا عليه ان شاء الله باذن الله، غادي نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله في هذا كاس العرش باذن الله تعالى. ضروري ان شاء الله غادي نوعدوا الجمهور باذن الله، ان شاء الله غادي نقولوا الكلمه ديالنا في كاس العرش. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا اخبار الفاصل على المواكبه ديالها وعلى التغطيه ديالها المستمره، على سواء البطوله ولا سواء كاس العرش. بالنسبه للمقابله اللي جرينا اليوم مع فريق سبو القنيطري، كانت مقابله في المستوى العالي، لان كأس العرش كما كنعرفوا كأس العرش دائما كتكون المقابلة فيها الندية والتباري، لأن المقابلة كتكون فاصلة بين الفريقين. الحمد لله اللي ما استطعنا أننا نستنزعوا انتصار من خارج مدينة تطوان بمدينة القنيطرة. كنهني اللاعبين على هذا الانتصار هذا، وكنهني جميع الأطر التقنية ولا الإدارية لنادي أجاكس تطوان. الحمد لله استطعنا نفوزوا في هذه المقابلة هذه، وباقي الدورات ان شاء الله يا ربي يعاود. حنا الطموح ديالنا اننا نمشيو بعادين في هذا كاس العرش، وان شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا في المستوى. وكنشكروا اخبار الفازر على التغطيه المستمره سواء في البطوله ولا سواء في كاس العرش، وشكرا. اول مقابله في جهتكم؟ المقابله كانت جيده بالنسبه لي انا، والخصم كما عارف راه كان خصم تطوان، اجاكس تطوان خصم صعيب. الحمد لله تمكنا من لعبنا مزيان، وبقينا نطوروا راسنا ان شاء الله. واش اللي كاين خيي؟ تمكنتي من صد مجموعه من الكرات اللي كانت سانحه للتسجيل، واش هذه غتكون غير البدايه ديال حارس مرمى شاب؟ ان شاء الله ان شاء الله، باقي جاي بزاف ان شاء الله. كاين بزاف خيي. الشعور ديالك اول ماتش غتلعب مع سبو وفي كاس العرش؟ شعور مزيان، شويه ضروري شويه ديال الخوف وشويه ديال باش توعد الجمهور. ما كنوعدهم شي حاجه، جاي ان شاء الله، جاي شي حاجه مزيانه ان شاء الله. ترينيو على راسنا وان شاء الله داك الشيء غيكون المزيان. تحيه لسيمو متوكيل اللي عطانا الفرصه، تا هو داك الشيء اللي كاين خايب.